خلال الرئاسة المصرية عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة حول تحسين فعالية نظام العقوبات الأممية في مبادرة هي الأولى من نوعها. من جانبها أكدت مصر على أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فعالية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة، وعلى مسؤولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة الهامة عبر إيجاد آليات حوار مناسبة.